يشهد موسم الزيتون في محافظة إدلب نشاطا كبيرا، ويأتي المزارعون الراغبون باستخراج الزيت من ثمار الزيتون الذي لا تستغني عنه المائدة السورية في جميع أوقات السنة. من دبو فات دلو، نحن من قلو دلو في العمية، بعد الدلو بيطلع على الأقشاط على الغسالة. الزيتون بده ينغسل في المي، وبعد ما يغسل في المي بده يطلع الكسارة. الكسارة بتطحنه، بعد الطحن عملية الطحن بينزل على المعاجن حتى يصل الزيت إلى حالته الأخيرة. يمر بعدة مراحل من الدراية اليدوية أو التنقية من خلال فلاتر خاصة ضمن المعصرة، إلى الغسل بالماء الساخن فالطحن، وفصل أكبر كمية من السوائل، ثم التخليط والتقليب بشكل دقيق ضمن درجات حرارة مناسبة. الجرش بطريقة طبعاً آلية كهربائية عن طريق مطارق بشكل آلي، يتم عجن الزيتون وتحويله إلى العجين متجانس مع بعضه. بتنتقل لمرحلة التخمير. التخمير بيتم بضمن معاجن، هذه المعاجن غاطسة في ماء ساخن درجة حرارة معينة مع حساسات كهربائية للحفاظ على الحرارة. التصفية النهائية تحتاج لعملية أكثر دقة باستخدام تقنية الطرد المركزي، لتصب بعدها في جرون ليصل الزيت بلونه الذهبي السحري أخيرا. أما الزيت فبيكون بينفرز على مرحلتين، المرحلة الأولى هي فصل المبدأي والفصل الثاني، بحيث أنه تكون على نسبة الشوائب بحدود 3 بالـ10,000 أو أقل، هي تكاد تكون معدومة، ولكن ما في شيء اسمه معدوم، نحن نقول 3 بالـ10,000 ضمن الصيانة. لزيت الزيتون السوري مكانة مرموقة عربيا وعالميا، ولإدلب الحصة الأكبر من إنتاجه في سوريا، والذي بات زراعته وإنتاجه موروثا بين المزارعين هنا، ليستمر إنتاجه بالجودة ذاتها رغم كل الصعوبات والتقلبات التي مرت وتمر في المنطقة.